كتبت الشعر للهادي فهيا أيها كتبت الشعر للهادي فهيا أيها الحادي به شنف مسامعنا بصوت فاتن شادي فلا تدري لعل به تحصل كل إسعادي وترفع في الدنا قدرا وفي الأخرى بإصعادي إلى الفردوس منزلة وعن سقر بإبعادي فذكر بالصلاة على النبي المصطفى الهادي وطيب هذه الدنيا بعطر الفل والكادي ونور يوم جمعتنا بخير الذكر والزاد كتبت الشعر للهادي فهيا أيها الحادي فهيا أيها الحادي. قناة محمد المدعث.